السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيوات حليمة قحمان، مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى تكونوا بخير وبأحسن الأحوال يا ربي، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة وعافية. وكنعتذر على الغياب ديالي، لحقاش كنت شوية عيانة. مهم اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضنا السفه مدفونه بواحد الطريقه مبسطه جدا للمبتدئات، كيجي كتجي رائعه وزوينه، يعني طريقه سهله وحتى التزيين يعني كيف ما بغيتوا. مهم بلا ما نطول عليكم نمشيو للفيديو وان شاء الله غتشوفوا الطريقه والمقادير. بسم الله، بالنسبه للمقادير كيف كتشوفوا هنا عندي جوج بصلات مشلضين يعني مقطعين هكا مربعات. عندي هنا دجاجه حيت ليها بصل وحيت ليها يعني الجلده اللي كتكون الفوق. عندي معلقه ديال الزبده، معلقه ديال السمن، عندي الزعفران الحر، عندي المعدنوس، عندي القرفه، عندي البزار، السكنجبير. بالنسبه لهاد يعني كندير الملحه، هادو باش غادي نعملو يعني المرقه ديالنا. بالنسبه للتزيين غادي نعمل هنايا الكركاع، عندي هنايا الزبيب، وهنا عندي المشمش، وعندي اللوز طبعا بعد ما يعني قليته غادي نهرمشو. وهنا الصفه، عندي هنا صفه يعني هذه فيها نص كيلو، هذه راه متوفره في المغرب، انا راه كناخذها من عند الجزار. صافي هنا غادي ان شاء الله غادي نشوفوا يعني السفه غادي نوضعوا يعني في كيف المعروف ديالنا في القصريه، غنديروا عليها واحد شويه زيت المائده، وغادي يعني نحاولوا ان نلبسوا ديك الزيت كلها على هاد يعني هاد السفه. وانا هنا البرمه انا راه شاعل عليها يعني باش كيغلى الماء. صافي هنا كنتاكدوا بان كاع يعني كاع الشعريه ديالنا يعني تلبست بالزيت. صافي هنا غادي نوضعها في الكسكاس، يعني بالنسبه للكميه اللي بغيتو بامكانكم تنقصوا الكميه، يعني لو بغيتو ديروا غير نصف ديال نص كيلو، يعني كتخرج نص كيلو راه تبارك الله راه كيخرج. صافي هنا غادي نوضعها في الكسكاس، واللي معروف الصفه يعني الاصليه راه كانوا كيديروا لها سبعة تفويرات، ولكن هنا كيف غادي تشوفوا ان شاء الله غادي نعمل لها غير ثلاثه، ويعني راه دغيا كتوجد يعني ثلاثه بارك عليها، حيت الاغلبيه ولاو كيديروا جوج، ولكن جوج راه صدقوني الصفه ما كتجيش يعني كتجي باقه فيها ديك الريحه ديال يعني ديال كيقولوا ديال الشعريه. صافي هنا وضعتها في الكسكاس وغادي نخليها تفور. بالنسبه للدجاج وضعت هنا زيت الزيتون في الطنجره عفوا، وهنا ضفت البصل وكذلك الدجاج اللي يعني حنا غاسلينه من بعد ومحيدين ليه ديك الجلفه. وضعت السمن، بالنسبه للسمن ديرو غير نص معلقه صغيره. هنا المعدنوس، الملح، والابزار. يعني انا هنا الدجاج كنطيبو غير في الطنجره لان نحتاج نديرو في الطنجره الضغط، راه دغيا كيطيب. صافي هنا الكركم والسكنجبير. صافي غنتسناو عليها حتى كتشحر شويه. هنا بالنسبه مشى ليا المقطع اللي كندير فيه الماء، وكندير نصف كاس ديال الماء مع الزعفران ديال الحر، وكنضيفو على هاد فوق هاد الدجاج، كنتسناو عفوا حتى كيتشحر لينا الدجاج مع البصله. هانتوما كي كتشوفوا داك الماء اللي ضفت اللي فيه الزعفران، نتوما لما كتوفر الزعفران يعني ما كيلاش، ولا ديروا ديك ضامه ديال الزعفران الحر. صافي هنا بعد ما يعني تشحر ليا الدجاج وكتطلق ديك الميه، غادي طبعا غنضيف غير واحد نصف كاس صغير ديال الماء غير باش يطيب ليا الدجاج، حيت كيف كتشوفوا انا راه درتو غير في الطنجره، ما درتوش في الطنجره الضغط. كيف كتشوفوا هنا ضفت غير ما تقريبا هذا الكاس كيف كتشوفوا فيه النص كبير، ولكن انا ضفت غير يعني واحد الكميه نص كاس صغير تقريبا ديال الماء. صافي غادي نسد عليها حتى كطيب. وهنا كيف كتشوفوا هنا بعد ما تغمرات ليا البصيله ديالي والدجاج حتى هو طاب، غنطفي عليه ونخليه جانبا.
يعني كنخليوه حتى كينشف صافي ونسدو عليه ونخليوه جانبا. بالنسبه للصفه هذه هي يعني التفويره الاولى غادي نحلها. هنا كذلك ضفت الماء. هذا الفيديو كاع تقطعوا لي المقاطع اللي هما مهمين، ولكن هنا غادي تضيفوا الماء الكافي. بالنسبه للماء درت تقريبا جوج كيسان كبار ديال الماء يكون بارد، يعني ماشي يكون سخون، كنضيفوا على ديك الصفه ديالي، نخليها شويه حتى يعني تاخذ الكفايه ديالها من الماء. عاد من بعد غادي نزولها من هاد الماء، يعني هاد المرحلة ضرورية جدا. يعني ملي كتحيدوا تحطوا الصفة ديالكم من الكسكاس كتضيفوا جوج كيسان كبار ديال الماء يكون بارد، وانتوما كتحلوا الصفة ديالكم. هنا كيف لاحظتوا ضفت ملعقة ديال الملحة، طبعا ضروري. صافي هنا كيف كتشوفوا كنحاول انا ديك الملحه كندخلها مع يعني في ديك الصفه، وهنا راكم لاحظتوا الماء اللي كيبقى لينا، يعني هنا الصفه صافي راه خدات الكفايه ديالها من الماء، وكنبقى غير نسوسها كنعصرها شويه يعني ماشي بزاف، وكنحطها في الكسكاس. يعني طريقه سهله ومبسطه، وطبعا راه كتجي زوينه. بالنسبه كيف قلت لكم راه ثلاثه الفرات كافيه، كطيب لكم كتجي غزاله يعني ما تشبعوش منها. يعني هذه هي الطريقه المعتمده عندي، ما كتفرقنيش، وانا سبق لي العام يعني الفايت انا حاطه يعني الصفه بهالطريقه، يعني غير بغيت نعاودها للناس اللي طلبوها مني. صافي كيف كتشوفوا وضعتها في الكسكاس، وغادي نخليها ثاني تفور. بالنسبه للتزيين هنا وضعت صغير المشمش اللي كيكون هكا في هذا الشكل، درت فيه واحد نصف معلقه ديال القرفه، وغادي نضيف كذلك السكر وصافي. بالنسبه للتزيين اللي بغيتو يمكنكم ديروا البرقوق، ديروا التمر، يعني اللي بغيتو. هنا تزيين على حسب اللي بغيتو. كيف قلت انا راه نكمل لكم بان راه الصفه انا داك العام حطها يعني بطريقه بريستيج، كتجي يعني جات زوينه. وهنا كيف سبق لي ذكرت بغيت غير نعاودها معاكم. صافي هنا بالنسبه للزبيب كذلك غادي نعسلو، ما غنطيبوش مع الصفه. هنا بعد ما تفورت ليا الفوره الثانيه، وكيف كتلاحظوا يعني كتجي زوينه، يعني راه هنا راه قربات. يعني بالنسبه للناس اللي كيديروا لها جوج فرات، بالنسبه ليا انا ما كتجينيش، اللي كتجي باقي في هذيك الريحه ديال العجين ديال الصفه. من الاحسن يعني الواحد يديرها ثلاثه المرات باش تجي بنينه وتجي زوينه، وانتم متاكدين بانها راه طابت. صافي هنا كيف كتشوفوا كنرشها غير شويه رشيشه ديال الماء، طبعا راه خدات الماء الكفايه ديالها في الاول. صافي نحاول انني غير نحلها هكا، كنبقى نحلها وراه غتتبان لكم يعني راه مفروقه حبه على حبه. صافي هنايا غادي نعاود ثاني نعملها في الكسكاس. هذه هي الفوره الاخرى، وكيف كتلاحظوا الصفه كيف كتبان، يعني راه يعني ما بقى ليها والو. وكنعاود نقولها كنصيحه يعني ديروها ثلاثه تفويرات، حيت الاغلبيه دابا ولاو كيدير غير جوج، ولكن بالنسبه ليا انا كندير ليها ثلاثه يعني كتجيني مزيانه، يعني كنصيحه ويعني للناس المبتدئات. صافي هنا كيف كتشوفوا هنا ثلاثه، هذه الثالثه ديال الفوره اللي غنعمل ليها. هنا بالنسبه للمشمش ديالي بعد ما تعسل كنحاول انني يعني نفتحه. هنا بعض المرات كيكونوا هاد الحبات كيكونوا مفتوحين، غادي نعمر كل حبه بالقرقعه ولا لوزه اللي بغيتو، يعني اللي متوفر عندكم في المنزل. انا هادشي متوفر عندي في المنزل، بقى عندي من يعني الاشياء ديال يعني السلعه ديال العيد اللي كنت خديت. وهنا يعني قلت نستغلو هاد القرقعه، اصلا ما خاصوش يبقى بزاف في المنزل، يعني خاصو يتكال غياب على حكم بان القرقعه على حنا عندنا شويه كتكون الميديتي، يعني كيعطي شويه كيدير شويه كيصوف، داكشي علاش الواحد الا خداه يعني يستغلو وياكل. هنا صافي هنا هذه هي الفوره الثالثه، وضفت ليها جوج معالق ديال الزبده، ضروري ما ديروا الزبده يعني غير باش تحل لكم.
وهنا راه باينه كيف لاحظتوا ان راه السفه ديالنا وجدات. كيف قلت الطريقه راه سهله وما كتشدش الوقت بزاف. صافي هنا غادي بالنسبه لكم نتوما الا ما متوفرش عندكم نسلي، هذا نسلي انا اللي سبق لي حطيته في القناه، نسلي طريقه يعني ديال المنزل كيجي زوين. انا وضعت جوج معالق، نتوما الا ما كانش متوفر عندكم ديروا جوج معالق ديال السكر كلاصي على حسب الذوق. انا هنا ضفت جوج معالق ديال نسلي كيعطي واحد البنه وكيجي زوين بنين. وهذا النسلي كيف سبق لي ذكرت راه انني يعني حاطاه في القناه يعني الطريقه ديالو، يعني كينفع يعني بزاف د الحوايج. صافي هنا غنحاول انني غنبقى ندخل داك النسلي في هاد السفه وصافي نمشيو للطريقه ديال المونتاج هكا اللي غادي نديرو التبصيل. وهنا درت هاد السيركل ديال المول اللي فيه السقطه. نتوما اللي بغيتو يعني ديروا غير الطريقه الاصليه التقليديه اللي كنديرو، يعني كان نديروه نصف ديال الكميه ديال السفه لتحت وعاد كناخذوا الدجاج ديالنا. بالنسبه للدجاج انا كنحطوه هكاك، يعني الطريقه المعروفه اللي كيتحط غير هكا الدجاج بعضومه ديالو. وانتم الا بغيتوا تحيدوا العظام حيدوا، انا كنخليه هكا، يعني هذه هي الطريقه الاصليه ديال السفه المدفونه. كيف سبق لي ذكرت بغيتو تحيدوا العظام وتخليو غير اللحيمات هكا تحطوهم، يعني يمكن ليكم. صافي هنا كنحط كاع ديك الدغميره ديالي ديال الدجاج، صدقوني كتجي رائعه لمحبين السفه المدفونه. انا بالنسبه لي انا كنعشقها وكنديرها مره مره بالحق، كناكلها غير الزوج ديالي وليداتي ما كيبغيوهاش، داكشي علاش ما كنديرهاش انا بزاف، يعني حتى كنتوحشها. صافي هنا كيف كتشوفوا كنوضع الكميه اللي بقات ليا ديال الصفه فوق الدجاج. انا هذا غير الطريقه اللي باش تديروا غير واحد الديكور وصافي. بامكانكم ديروها كيف قلت مربعه، ديروها كطريقه اصليه، يعني كديروا غير الكميه ديال الصفه وتحطوا الدجاج ديالكم وتحطوا عاود الصفه ديالكم وكتزوق. صافي هنا غادي نزول هذا ديال المول وصافي. بالنسبه للتزيين كيبقى راجع لكم. انا هنا خديت غير داك اللوز هرمشتو اللي كنت قليته وهكا هرمشتو ووضعته من الفوق كتزيين. يمكنكم ديروا كاوكاو حتى هو كيجي زوين. وهنا هذاك الزبيب اللي تا هو عسلت كندير غير يعني غير كديكور، يعني باش يجي هكا. انا ما كنديروش مع السفه حيت كاين اللي كيديروا تبخر مع السفه، انا ما كناكلوش وسط السفه هكا، كيعجبني هكا ناكلو. صافي كنحط يعني كندير غير واحد الكميه قليله اللي بغيتو وصافي. وكنزين في الجنيبات بالسكر كلاصي، انا ما كنديرهاش حلوه بزاف، يعني كنكتفي غير شويه السكر كلاصي هكا. وطبعا راه فيها نيسلي، يعني كي قلت زين على حسابكم، يعني ما تقيدوش بهذا الشيء اللي كتشوفوا، يعني اللي بغيتو. هنا بالنسبه للمشمش اللي عمرتو بالقرقاع كذلك، بامكانكم ديروا البرقوق ديروا التمر واللي متوفر عندكم في المنزل. صافي هذا هو السفه ديالنا، حاولت انني ندير فيها واحد شويه ديال القرفه، وهذا هو الشكل ديال الصفه ديالنا المدفونه. نتمنى تجربوها راه كتجي غزاله، يعني اللي عشاق الصفه المدفونه. وطبعا دائما مع الوصفات السهله والبسيطه. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، والى عجبكم ديروا لايك، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.